السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول، أو موعد مباراة ليفربول القادمة، أو موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الثامنة. متابعينا الكرام، لو أول مرة تشترك في أول مرة تشوف فيديو ليا، أول مرة تشوف فيديو على القناة، يا ريت تشترك في القناة وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب بالإنجلش، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو، ارزع لايك متين حالا للفيديو عشان هنتكلم عن موعد مباراة ليفربول القادمة أمام مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي في الجولة الثامنة. المباراة هتتلعب على ملعب مدينة مانشستر وميعادها اليوم الأحد 8/11/2020. المباراة هيكون ميعادها زي ما قلت الساعة اليوم إن شاء الله ميعادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، ومعادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، ومعادها الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:30 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول ستذاع على قناة بي إن سبورتس تشي 1، ومعلق المباراة المتألق رؤوف خليف. كذلك عندنا قناة بي إن سبورتس تشي 2 وبي إن سبورتس 4K سيذيع المباراة، ومعلق المباراة أيضا رؤوف خليف، وليكم القنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة. ليفربول حاليا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد لعب 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما مانشستر سيتي فهو حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بعد لعب 6 مباريات. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة، قدمنا لكم موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.